النبي ده الزبون عندي بيجي ياخد حاجة نظيفة تمام، بينجف كيفه ويطلع من المصنع سخن، بينجي اللي هو في مزاجه. نعم. والأسعار أقل أسعار عندينا، ما كانش حاجة نظيفة ما نديهالهوش. وفي الزبون يمشي من عندي زعلان، عندي العلب، فول، السمسم، الحمص، جوز الهند، المربات، البرمة، السكلمة، البسيمة، الشندوتشات. نعم. كل الاصناف بتاعت مود النبي لازم تبقى عندي. البقاله من 68 بجهز قبلها بشهرين عشان اغسل العده وتبقى نظيفه، والمكن اللي بيغلف الي مش بالايدين. نعم. الزبون ما كانش حاجه نظيفه ما بتهلوش. كل اهل صاج تحب حلاوه المولد عشان العادات والتقاليد. نعم. يعني لازم اخر يوم في المولد يودي لامه، يودي لاخته، يودي لحبيبته، ياخذ العروسه، ياخذ الحلاوه، ياخذ الحصان. اول الايام ببيع من قبل المولد ب 15 20 يوم، بيجيني ناس من شرقه وغربه من كل البلاد. نعم. عشان السمعه والحاجه النظيفه. اخر يوم في البيع بكره او بعد بكره، وناخذه بعد المولد بخمس ست ايام.